نشرة الأخبار رئيسة من التلفزيون الجزائري. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون في النشرة. المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق في ذمة الله إثر مرض عضال، ورئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، ويشيد بمسيرته المهنية والنضالية الحافلة بالتضحية والعطاء خدمة للوطن. أشكر سيد رئيس الجمهورية اللي دلينا هذه المبادرة وفرحنا مرتين، واحدة على الولاية وواحدة على الوزير. كاع السكان منطقة القصر شلالة فرحوا بهذا الخبر باللي القصر شلالة ولاية منتدبة. هذا القرار الذي جاء مناسبا في وقته تدعيما للمسيرة التي يؤديها السيد رئيس الجمهورية في تعميم التنمية الاقتصادية. مواطنو الولايات المنتدبة الجديدة باريكا، قصر الشلالة والأبيض سيدي الشيخ يثمنون التزامات رئيس الجمهورية ويعربون عن تفاؤلهم بالأبعاد التنموية للقرار. وضمن المتابعة الميدانية للمشاريع الكبرى طور الإنجاز، التلفزيون يرصد وتيرة الأشغال بمشروع مركب طحن البذور النباتية واستخراج الزيوت النباتية بجيجل، مشروع استراتيجي واعد يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من عائدات الإنتاج الوطني. ومن ولاية الطارف نرصد توسيع زراعة عباد الشمس لترقية صناعة الزيوت الغذائية والأعلاف الحيوانية. وزراعة النعناع بولاية البيض استثمار فلاحي واعد يفتح الباب أمام عديد مناصب الشغل. لليوم 84 على التوالي، العدوان الصهيوني الهمجي يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الأبرياء، والتلفزيون الجزائري يوثق أولى اللحظات بعد قصف جوي استهدف النازحين الفلسطينيين برفح. بداية، انتقل إلى رحمة الله المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق بعد مرض عضال عن عمر هذا 86 سنة. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد ورفقائه وأسرة الجيش الوطني الشعبي في رسالة تعزية هذا نصها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الأسى وعميق الحزن تلقيت نبأ انتقال المغفور له اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق إلى جوار ربه. لقد كان الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها، ولكن لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإذ نتقاسم مع أسرته ورفقائه هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مبتهلا للمولى جلت قدرته أن يمن عليه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيحا جناته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. من جهته يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
رئيس مجلس الأمة صالح غوجيل تقدم بخالص تعازيه إلى عائلة الفقيد المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، وللمجاهدين ولأسرة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، متضرعا للمولى عز وجل أن يبوئ المرحوم بجنات الخلد وأن ينزل في قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان. المجاهد اللواء المتقاعد وزير الدفاع الأسبق المرحوم خالد نزار مسيرة مهنية ونضالية حافلة بالتضحيات والعطاءات خدمة للوطن. سكينة محمود عليها. يرحل عنا المجاهد اللواء المتقاعد الراحل خالد نزار عن عمر يناهز 86 عاما وسط أفراد عائلته بالعاصمة التي عاد إليها من منفاه عام 2020. من مواليد 27 من ديسمبر بقرية سريانة ولاية باتنا عام 37 أطلق عليه لقب صقر الجيش الجزائري، صاحب كاريزما عسكرية عرف بالانضباط والصرامة، وكان من الصقور الرافضة للمساومة ضد مصالح الدولة. تدرج في المسؤوليات العسكرية منذ التحاقه بالناحية العسكرية الأولى لجيش التحرير الوطني عام 58 بعد أن فر من المدرسة الحربية الفرنسية سان ميكسان التي انضم إليها عام 55، ليصبح عام 82 قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، فقائدا للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 من جوان 87. لعب دورا محوريا في ترتيب البيت عقب أحداث أكتوبر 88 ليتم تعيينه في 10 من جويلية 1990 وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عمر فيه إلى غاية جويلية 93. كان فيه السد المنيع لمنع الدولة من الانهيار، جعلت منه وطنيته وثقافته المتشبعة بقيم الجمهورية شخصية خلدها تاريخ تلك المرحلة رفقة ثلة من رجال وأبناء الجزائر الذين تصدوا أنذاك لتلك النزعة الظلامية التي كادت أن تعصف ببلادنا. آخر منصب تقلده الراحل هو عضو بالمجلس الأعلى للدولة لينسحب بعدها من الحياة السياسية عام 94. حتى آخر أيامه دافعت عنه الدولة الجزائرية ضد الأصوات الخارجية الناعقة التي حاولت تشويه صورة ونضال الرجل. يرحل الرجال الأوفياء ويبقى النهج والأثر. على مسار بناء الجزائر الجديدة وعلى قائمة الإنجازات وجميع الاهتمامات يعتلي المواطن صدارة الأولويات، وبنظرة استشراف وأسلوب حوار ومصارحة وحرص شديد على التنفيذ الفوري للتعليمات والتكفل الدقيق بالانشغالات يمضي السيد رئيس الجمهورية على ضرب الوفاء بالالتزامات، على وبهدف تعميم التنمية المحلية وموازنتها خدمة للمواطن. دائما شكل قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة خطوة أخرى نحو ترقية أداء المرفق العام. ومن الولاية المنتدبة الجديدة باريكا نرصد ارتياح المواطنين وتثمينهم للقرار والمتابعة ليونس الكحلديب. 90 كيلومترا جنوب باتنا نجد الولاية المنتدبة باريكا التي استطاعت أن تحجز مكانا لها رفقة عدد من الولايات المنتدبة الجديدة بفضل ما تزخر به من إمكانات ومقومات. نثمن قرار سيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة بترقية دائرة باريكا إلى مصاف ولاية منتدبة. باريكا التي تعتبر من أقدم دوائر القطر الوطني، كما تتسم المركز الجغرافي والتاريخي لها. هذا القرار الذي جاء مناسبا في وقته تدعيما للمسيرة التي يؤديها السيد رئيس الجمهورية في تعميم التنمية الاقتصادية، تخفيف العبء وكذا تقريب الإدارة من المواطن. كنا نحكي على التنمية نتاع باريكا، باريكا راهي تحتوي على 21 حي و586 شارع، يعني هي من قبل راهي كانت في مصاف ولاية. بكثافة سكانية فاقت 200 ألف نسمة وعلى مساحة قدرت ب300 كيلومتر مربع
إضافة إلى مقومات صناعية هائلة تزخر بها كالمنطقة الصناعية التي تضم عديد المصانع والوحدات الصناعية وكذلك منطقتي نشاطات. باريكا تزخر بعدة مقومات فلاحية سياحية تاريخية فورية، ما ننساوش بأنها إنها مهد ومطلع الشهداء أمثال الشهيد عزيز عبد القادر. نعترف بأن هذا القرار أنصفنا وقدر إمكانيات مدينة باريكا والبلديات المجاورة، الإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية، مركز جامعي، آلاف الدكاترة والجامعيين وكذلك المؤسسات الاقتصادية، كل هذه العوامل تاريخ وجغرافيا واقتصاد من شأنها أن تحقق وثبة نوعية ونقلة حضارية لهذه المدينة. وبحكم شساعة المنطقة فإن باريكا منطقة فلاحية ورعوية بالدرجة الأولى، وطمول مدكال خير دليل على جودة وكثافة المنتجات الفلاحية. القرار هذا جاء في وقته، في وقت هذا بالذات، يعني قرار صائب، يعني كنا ننتظر فيه من سنة 1984. فلاحة كاينة هنايا وباريكا بلدية فلاحية، ولاية فلاحية. ترقية باريكا إلى ولاية منتدبة يسمح بالتأكيد بزيادة حجم العمليات التنموية التي تمس المواطن بصفة خاصة، إضافة إلى تقريب الإدارة من المواطن. ومن قصر الشلالة نقف عند تثمين المواطنين للأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية لقرار ترقية الدائرة إلى ولاية منتدبة. مرد عبروس. بترحيب واسع استقبل مواطنو قصر الشلالة قرار الترقية إلى ولاية منتدبة، معبرين عن أملهم في تجسيد تطلعاتهم التنموية. القرار الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية نقول له عهدت ووفيت. تاريخ 28 ديسمبر سيبقى راسخ في أذهان سكان قصر الشلالة. هذا إن ما يدل على السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، وهذا ما يساعد سكان قصر الشلالة على تقريب الإدارة المواطن. كنا نقطعوا المسافة بزاف بان نطلعوا الولاية تيارت على مسافة 120 كيلومتر. كاع سكان منطقة قصر الشلالة فرحوا بهذا الخبر باللي قصر الشلالة ولاية منتدبة، وهذا باه راك عارف ولاية تيارت راه بعيدة علينا الله يبارك 116 كيلو، واليوم ذاك المواطن يصبح يقضي صباحه هنا، عناء السفر كل شيء يجي سهل هنا عنده. نشكر السلطات وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية على هذا القرار الذي نثمنه والذي نرجو أن يكون بادرة خير لترى هذه المدينة التاريخية، مدينة سعد دحلب وغيره من المجاهدين طبعا، يعني التطور. وإن شاء الله يكون في إضافة لقصر الشلالة طبقة المتوسطة، مناصب الشغل إن شاء الله، كل نظرة خاصة للشباب. قرار اللي جاء في وقت مناسب، وإن شاء الله أتمنوا الولاية المتدبة تاعنا إن شاء الله أتمنوا لها الخير والازدهار والتطور إن شاء الله في شتى المجالات. مقومات فلاحية تؤهل قصر الشلالة لأن تصبح قطب إنتاج متنوع وموقع استراتيجي يفتح لها آفاق الاستثمار، خاصة في ظل توفر العقار الفلاحي والصناعي، وهو ما يمكن من تحقيق قفزة تنموية على مختلف الأصعدة. دائرة الأبيض سيدي شيخ هي الأخرى تمت ترقيتها إلى ولاية المنتدبة بالنظر إلى مقدراتها الطبيعية ومؤهلاتها التنموية. المزيد مع عبد المجيب شادلي. بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي تتوفر الأبيض سيدي الشيخ على مؤهلات كبيرة في مختلف المجالات الحيوية، كما تتربع على مساحة تزيد عن 14719 كيلومتر مربع، وكثافة سكانية تفوق 55,000 نسمة، كما تعرف بتراثها التاريخي والحضاري إلى جانب السياحة الصحراوية. هي من أكبر المدن الجنوب الغربي، هي معروفة بتاريخها ومسارها السياحي. هنا الأبيض الشيخ بوابة كبيرة، هنا بوابة ومنطقة تاريخية. مشاريع تنموية هامة خصت مختلف القطاعات استفادت منها بلدية الأبيض سيد الشيخ، ومسار التنمية متواصل من خلال ترقيتها إلى مصاف الولاية المنتدبة. نشكر سيد رئيس الجمهورية اللي دلينا هالمبادرة، وفرحنا مرتين، واحدة على الولاية وواحدة على الوزير.
نشكر الدولة والسي الرئيس عبد المجيد تبون على المجهودات المبذولة. كولاية منتدبة إن شاء الله نطمح أن ثاني كذلك إحنا نشارك في الإنتاج المحلي اللي مبني عليه برنامج السيد رئيس الجمهورية. تعميم التنمية المحلية وخلق فضاءات اقتصادية وتقريب الإدارة من المواطن هو ما تعمل عليه الدولة الجزائرية. كذلك ثمن مواطنو مسعد هذا القرار الذي سيفتح للولاية المنتدبة أفاقا تنموية هامة وفرص استثمار واعدة. محمد شوقي بنيف المزيد. الولاية المنتدبة مسعد تقع جنوب ولاية الجلفة على بعد 70 كيلومتر، تتربع على مساحة فاقت 15586 كيلومتر مربع، تتمتع بمؤهلات فلاحية ورعوية تؤهلها لأن تكون من بين الأقطاب الفلاحية والصناعية بالجزائر. مسعد التاريخ، مسعد الحضارة، مسعد بلد العلماء، كل مواطني مدينة مسعد أنهم ينتظروا هذا القرار اللي يتحقق به إن شاء الله ما يصبو إليه، كل المؤهلات الاقتصادية لتجعل منها قطبا إن شاء الله اقتصاديا وقطبا فلاحيا وقطبا ثقافيا. هذا القرار مهم جدا بالنسبة لساكنة مسعد ومنطقة مسعد بكل بلدياتها ومحيطها، يعطي رؤية جديدة لخصوصية منطقة مسعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها. هذا القرار يمثل جميع مواطني مسعد، قرار مهم وتاريخي صراحة وفرحين به ونثمنوه. مواطن وساكنة الولاية المنتدبة ثمنوا قرار السيد رئيس الجمهورية بجعلها في مصاف الولايات المنتدبة لما لها من أبعاد تنموية للمنطقة. أحيي السيد رئيس الجمهورية الذي وعد فوفى ترقية هذه الدوائر إلى مصاف الولايات حتى يعني تتمتع بمزيد من التنمية وحتى أنها تحقق للمواطن تقريب الإدارة من المواطن على كل حال، وتفتح فرص يعني من أجل الرقي والازدهار لصالح الساكنة. سكان مسعد جد فرحين ومثمنين لقرار الرئيس عبد المجيد تبون بمنحنا ولاية منتدبة. مثل هذا القرار يعطي تنمية ويعطي ازدهار ويعطي قوة. نحن نثمن قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مسعد ولاية منتدبة، هذا ما كنا ننتظره طويلا. نثمن قرار الرئيس الجمهورية باتخاذ بلدية مسعد كولاية منتدبة. الحمد لله في هذا المرحلة راح تتقرب الإدارة من المواطن، كان المواطن المسعدي يقطع مسافات باش يقضي الحاجة تاعو، الآن تقربت الإدارة من المواطن الحمد لله. فجعلوا مسعد ولاية منتدبة لامتلاكها لمقومات ومؤهلات ستفتح آفاقا للتنمية المحلية بهياكل قاعدية وإنشاء مؤسسات إدارية جديدة ستقرب الإدارة من المواطن وتفتح فرص الاستثمار بها دعما للاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الجزائر الجديدة. وعلى درب تحصيل المزيد من المكاسب والإنجازات نتوقف ضمن روبورتاجاتنا الميدانية عند مشروع مركب طحن البذور النباتية واستخراج الزيوت النباتية الواقع بمحاذاة ميناء جنجم بجيج. المشروع استراتيجي واعد سيسهم في تطوير الصناعة الغذائية التحويلية والانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى التصدير مع فتح فرص شغل لشباب المنطقة. نسبة أشغال المشروع بلغت 80%، يقول عبد الرحيم الشمعون يتابع. انطلاق هذه الأشغال جاء بعد رفع كل العراقيل الإدارية والتقنية على هذا المصنع المختص في إنتاج وتحويل الزيوت النباتية والأعلاف بولاية جيجل. مصنع ضخم في طور الإنجاز سيسمح بعد دخوله مرحلة الإنتاج بتغطية احتياجات السوق الوطنية من الزيوت النباتية الخام بنسبة 20%، وتلبية الاحتياجات الوطنية من الأعلاف بأزيد من 65%. على مساحة 24 هكتاراً يتربع مشروع مركب طحن البذور النباتية بمنطقة بازول بولاية جيجل. مشروع هام ينتظر أن يلعب دوراً محورياً في تطوير الزراعة المحلية وتوفير أزيد من 300 منصب شغل مباشر و 1750 منصب شغل غير مباشر. مصنع قطامة للزيوت رانا نصنعوا فيه هذه شحال
باسكو راح يوظف العديد من الشباب ان شاء الله، ماذا بينا يكملوا كامل واش بقى في المشروع هذا ويفتحوا عن قريب ان شاء الله. ننتظروا هذه الوحده باش الاخوه الفلاحين يصيروا مطمئنين للمصير تاع الانتاج ديالهم، كذلك راح يعود بالاثر على الاخوه المهنيين وعلينا كذلك في ولايات مجاوره، كون هذه الوحده لها قدرات تاع طحن وعصر الزيوت النباتيه. نستناو فيه بفارغ الصبر، ايه على لانه فيه مناصب شغل مثلا بعض الفلاحين اللي عندهم طموحات باش يزرعوا حوايج، وبالتالي والله احنا متفائلين خير وان شاء الله يكون في اقرب وقت. وبعد تدليل كل العقبات امام هذه المنشاه الصناعيه فهي تعرف اليوم وتيره متسارعه في الانجاز، خصوصا انها مزوده باحدث المعدات اللازمه لتحويل 5000 طن من البذور يوميا. بعد رفع جميع العراقيل وبعد 5 أشهر من الانطلاقة الآن تتراوح نسبة الإشغال 80% بصفة عامة، وحسب التوجيهات المعطاة سيتم الانتهاء من إنجاز خلال نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة 2024. المشروع ينقسم إلى 3 مناطق، الأولى للشحن وتخزين المواد الأولية، الثانية للتحويل والإنتاج تسمح بتحويل 5000 طن من البذور يومين إلى ما يقارب 1000 طن من الزيوت المائدة الخام و 4000 طن من الأعلاف. المنطقة الثالثة تخزين المنتوج النهائي بسعة 100000 طن من الأعلاف و 30000 طن من زيوت الخام. وهنا يقوم هؤلاء العمال بضبط آخر الإعدادات التقنية والميكانيكية للمركب لاستكماله في آجاله المحددة ودعم السوق الوطنية بمنتوج غذائي محول محليا. فيما يخص الأشغال الميكانيك وهي تمشي بوتيرة متسارعة، ورانا في مع الأشغال النهائية للأنابيب والخزانات. بالنسبة لبحث التحضير والاستخلاص راهي تقنيات جديدة وحديثة. الأشغال جد متقدمة فيما يخص الهندسة المدنية وتركيب الهياكل المدنية. حاليا بدأنا في إتمام الشبكات الخاصة بمياه الأمطار، مياه الصرف وشبكات الإنارة. احنا في يعني في مرحلة جد متقدمة من التركيب، رانا في صدد يعني انستالاسيون دي زارموار الكتريك، انستالاسيون ديكليراج، يعني تركيب الكابلات، تركيب لي شومان دو كابل، كون ابل لي شومان دو كابل. إعادة بعث نشاط هذا المشروع الحيوي الهام سيعطي حركية كبيرة للمنطقة ولميناء جنجن العالمي. دخول مصنع الزيوت سيسمح لميناء جنجن بمعالجة قرابة 2 مليون طن بين صادرات وواردات، سيستعمل سفن كبيرة مما سيسمح يعني بتخفيض الكلفة اللوجستيكية. تطوير الصناعات الغذائية التحويلية بالجزائر رهان يرفع لتحقيق توازن بين الفلاحة والصناعة، ومنها المساهمة في الرفع من عائدات الإنتاج الوطني. وبجودة مادة زيت الزيتون تشتهر بلدية فركان التابعة لدائرة النجرين بولاية تبسة، التي تتميز بطرق تقليدية وطبيعية في العصر والاستخلاص. المزيد مع عائشة ببريق. ولجنا هذا المكان فتكشفت لنا هذه الواحات، هي واحات فركان، أشجار نخيل تعانق المكان وتتوسطها أشجار الزيتون من أحسن الأنواع بولاية تبسة. هذا اسمه زليتني، هذا من أقدم زيتون في فركان. هذا بالنسبة لي الزيت يجي بيض وفيه سكر حلو، ومن أقدم زيتونة هذه في البلاد، عندها حوالي 1200 سنة، والزيتونة تلقاها تنحي حتى 100 إيطر. ديكور طبيعي امتزجت فيه أشجار النخيل والزيتون، وتزاحمت معهم هذه المعصرة التقليدية منذ عصور ليخرج منها هذا الزيت الطبيعي. هذا نعيطوا له تفشنا، هذه المعصرة التقليدية القديمة جدا جدا لعصر الزيت الزيتون الفركاني. هما يديروا في الأرض أو البربار يديروا في الأرض، لأن تاع اللي راهو ما بالحجر تاع اللي تير كيف كيبان بالحجر. من بعد ما يخدموا الزيتون في الدار ينقوه يغسلوه ويديروا في القرقابة هذه كما خدم هذه، يقرقبوه من بعد يديروه في القسرية تعفسوا المرأة ومن بعد نجيبوه هنا. هذا بريمير دوزيام تروزيام سوا، هذا هنا نجيبوه هنا الكسير، نعيطوا له الكسير يضم، نجيبوه هنا نديروا العجينة وندير لها الماء من هنا ونخلطوا بتاع النخلة الضلاعة ويصفوا، كي يصفوا من هنا يزيدوا يعقبوا هذوما، نعيطوا لهم توجنت هذوما صغار، ها ومن هيك لي توجنت هذوكم هذوما التروازيام شوا والكاتريام شوا
نتاع البسان هذا كبير تصل هذا، انها شجره قديمه رومانيه من يعني مش من الاشجار المهجنه، هذا واش تعرفت بانها فيها قيمه غذائيه يعني طبيعيه 100%. وزيت الزيتون مشهوره ببلديه فركان، واللي مصنف الاول بنسبه الحموضه المنخفضه اللي فيه، واللي كما شفت اليوم انها معصره تقليديه من عهد الرومان، واللي ترمت بسواعد الشباب اللي باقيين يحافظوا على التراث نتاعهم. والعادة كما تركها أسلاف منطقة فركان، أطباق تقليدية زينت المكان احتفالا بما جادت به الأرض عبر الزمان. وتتجه الجزائر إلى توسيع زراعة عباد الشمس وتحفيز الفلاحين للإقبال على زراعته وتقديم كل وسائل الدعم لتطوير صناعة الزيوت الغذائية والأعلاف الحيوانية وبعض المنتجات الاستهلاكية تحقيقا للاكتفاء الوطني. المزيد مع نور الدين بن عبسة. زهرة الغذاء الصفراء هي كذلك معشوقة الشمس، تدور حيث الأشعة الساطعة، والجزائر تسعى إلى تطوير وتوسيع زراعتها لاستخلاص زيوتها الغذائية وتوفير الأعلاف الحيوانية. الفلاح يكون تقبل هذا المحصول الجديد لأن ما يعرفوش، هذا المرافقة التقنية تسمح له يتحكم في المسار التقني وكذلك يدير عمليات زراعية الملائمة في الوقت المناسب. ولاية الطرف حاليا نطمح في إنجاز أكثر من 1000 هكتار فلاح المنخرط، راح يمضي اتفاق مع مديرية المصالح الفلاحية باش نضمنوا حقه في الدعم، دعم اللي سطرتها الدولة. الخزينة العمومية تتكبد أزيد من 585 مليون دولار سنويا بفعل استيراد الزيت الغذائي، فضلا عن استيراد 1.4 مليون طن من مخلفات عباد الشمس كأعلاف حيوانية. المجمع كان قد التزم عن طريق سيد الرئيس المدير العام بشراء جميع إنتاج الوطني من البذور الزيتية. أهدافنا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، إنتاج وطني 100%، ولما لا تصدير هذا المنتوج إلى الخارج. البرنامج وطني، وبعض المتعاملين الاقتصاديين يقترحون عقودا لإنجاحه. كان عقد شراكة بالربح والخسارة مع الفلاح، وفيه عقد ثاني الفلاح اللي ما عندوش دراهم شرط انه يعطينا هو تانيك كما نقولوا حنايا الضمانات، والعقد الثالث هو الفلاح اللي يقول انا اما ناخذ كريدي من عند الدولة كما كريدي رفيق ولا يخدم بدراهمه. مسعى التوجه لانتاج محاصيل الزيوت الغذائية يدخل ضمن مبتغى تحقيق الامن الغذائي، وكل المرافقة التقنية والتحفيزات والضمانات قدمت للفلاحين بولايات الشرق. نموذج آخر من ولاية البيض كرس وقته في زراعة النعناع ونجح في كسب رهانه وأصبح استثمارا مشجعا لشباب المنطقة. محمد داودي يفصل. بعد عناء الزرع والسقي ها هو الأحسن يجني حصاده بعد كد وجد على متن هذه المساحات الكبيرة بمنطقة منيجل ببلدية الغسول، مستثمرة رائدة تنتج سنويا كميات كبيرة من النعناع بمختلف النكهات. فبعد عملية حصاده تجمع ثم تنقل إلى هذا المكان الواقي لأشعة الشمس حتى تجفف، ثم بعدها تخزن في هذه العلب لتباع إلى المحلات البيع بالجملة في مختلف ولايات الوطن. النعناع هذا هو ناخذين فيه تجربة احنا وجدودنا وقبلنا وخذوا فيه تجربة ونجحنا فيه الحمد لله، رانا ناجحين فيه ورانا نسوقوا فيه تسويق لباس به ورانا عايشين منه الحمد لله. كما تعززت هذه المستثمرة من الربط بالكهرباء، ذلك في إثار تحسين الظروف الملائمة للفلاحين. ونشكر الدولة أنها ثاني ساعدتنا، كان عندنا مشكل في الكهرباء الفلاحية ساعدتنا الدولة جاتنا الكهرباء الفلاحية. احنا المشكل اللي راه قاعد لينا ضروق قاعد لنا الطريق الترابية المسالك الفلاحية، وعندنا مشكل عائق الكبير اللي نطالبه من الدولة أنها تساعدنا فيه هو مشكل حفر الآبار. وكما لاحظتم كنا في المستثمرة نتاع السيد بودية الحسن، وهذا الفلاحين اللي راهم في المحيط معظمهم كانوا مستافدين من قبل من الكهرباء، وزدنا لحقنا اللي ما كانش مستافدين راهم مستافدوا من الكهرباء الفلاحية.
القطاع الفلاحي من أهم القطاعات الحيوية بولاية البيض بحكم طبيعة مناخها، حيث يسعى القطاع بالولاية إلى توفير كل المستلزمات الضرورية للفلاحين لزيادة مردودية الإنتاج الفلاحي في الأسواق الداخلية والخارجية. في فلسطين الصمود يبدو أن نتيجة الحرب حسمت رغم استمرار القصف الهامجي الصهيوني على غزة. لم يبقى للاحتلال بعد الإفلاس سوى زيف الكلام، يبيع الكيان أكاذيب لا تصدق حتى في قصص الأطفال، بيد أن الأطفال في فلسطين تعيش الأساطير المرعبة حقيقة مرعبة من توقيع وحش الإنسانية بامتياز. يدخل العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة يومه 84 على التوالي بارتكاب المزيد من المجازر المروعة، مجازر فاقت في بشاعتها كل جرم يتصوره العقل البشري، كيان يبيد الأطفال ويشرد العائلات ويستهدف النازحين الفارين من القصف والحصار. مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد يوثق جرائم العدوان الصهيوني ويرصد عملية انتشال أشلاء الشهداء من الأطفال النازحين إلى جنوب القطاع. ينبشون بين الأنقاض على ناجين وشهداء، هذا هو حال هذا المواطن الفلسطيني الذي نزح مع عائلته من خان يونس إلى رفح، لكن باغتته صواريخ الاحتلال وأصبحت العائلة بأطفالها ونسائها وشيوخها إما أشلاء أو مصابين أو تحت الركام، مسفرة عن استشهاد أكثر من 20 فردا. احنا جينا من خان يونس، فكان رموا على مسير، قال 112 اطلعوا، اطلعنا من المكان، اجينا هانا لقينا هذا الدار مهجورة، سكنونا أهلها هانا وسكننا هانا، ما بنعرف ايش فيها، فيها امي، فيها اخواتي، فيها الناس النازحين اللي اجوا من غزه، من جباليا، اجوا كل هيتم هانا، كلية قرايب بعض، وجينا هانا. فغارات الليل يزداد فيها الوجع اكثر مع ساعات النهار وتكشف تفاصيل الجريمه والالم والدمار الذي حل بالمكان من خراب في مربع سكني كامل في رفح التي نزح اليها الفلسطينيون ويدعي الاحتلال انها امنه، لكنها سياسه التهجير بعد النزوح والتي يسعى اليها الاحتلال ويرفضها الفلسطينيون. هذه الحرب حرب تهجير، هي هدفها التهجير، وإحنا مش حنهاجر وصامدين صامدين، إحنا إذا بنهاجر من منطقة لمنطقة كله داخل حدود بلدنا، ولا في حاجة، كلهم نازحين، كلهم نازحين، أنا واحد من النازحين، أنا عسكري، هذا أنا شوفوني، أنا عمري 70 سنة، أنا عسكري، أنا بجر رجلي جر، واللي حواليا كلهم نفس الشيء. أما محافظة الوسطى بما فيها مخيم المغازي والبريج ودير البلح والنصيرات إضافة إلى خان يونس والشمال، لم تكن الجرائم أقل فظاعة، فالطائرات ما زالت تقصف المربعات السكنية وتشارك الدبابات في أطرافها بالعدوان، وسط مواجهة من المقاومة الفلسطينية التي ترفض أي مساومات أو صفقات لتبادل الأسرى إلا بوقف الكامل للعدوان. ففي وقت يذبح فيه الشعب الفلسطيني وفي كل المحافظات هنا بغزة من الوريد إلى الوريد، ينتظر الفلسطينيون الهيئات الدولية والأممية وكيف ستتمكن من كبح جماح آلة حرب الاحتلال. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وصمود المرابطين بأرض فلسطين لن يكسرها قصف وتهجير وتجويع، بل يزيدها ثباتا أن الأرض لأهل الحق والمصير لا محالة زوال الكيان. نصر الدين حديد. بعد غرقه في طوفان الأقصى وانكسار جبروته وطغيانه أمام صخرة المقاومة، لم يبقى أمام الاحتلال الصهيوني سوى بيع الوهم للمستوطنين، محاولا طرح مقترحات هي أقرب للخيال منها إلى الحقيقة. القضاء على المقاومة وإنشاء منطقة عازلة والاستمرار في الحرب بات ضربا من المستحيل على أرض الواقع، فميدانيا تتعاظم خسائر قواته وعتاده وتتفاقم انهياراته الاقتصادية،
إذ لم تترك له المقاومة وقتا مستقطعا لالتقاط الأنفاس، ولم يترك له الخوف متسعا لالتقاط جثث جنوده وأسلحتهم. يلجأ الاحتلال الصهيوني إلى تعميق المجاعة في قطاع غزة والتفنن في الإبادة الجماعية واستخدام الكارثة الإنسانية للضغط على المقاومة وكسر صمود الشعب الفلسطيني، لكن ضربات المقاومة وشروطها في إدارة الصفقات وجهت رسالة قوية للاحتلال جاء في فحواها: أنا من بدأ هذه الحرب وأنا من يقرر كيفية إنهائها. وفي الجولة الحادية عشرة من الرابطة المحترفة انتهى الدربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر بالتعادل السلبي في مباراة صنعت فيها الجماهير أجواء رائعة بملعب 5 جويلية، كما حقق وفاق سطيف فوزا مهما على مولودية وهران بهدف دون رد، في حين عاد الوصيف شبيبة الثورة بنقطة بعد تعادله أمام نادي بارادو. وفي مباراة أخرى فاز نجم مقر على ضيفه اتحاد سوف بنتيجة 0-0، كما فاز اتحاد خنشلب بهدفين لهدف آخر أمام أولمبي شلف، وتعادل اتحاد بسكرة أمام ضيفه نجم بن عكنون بهدف لمثله، وكان شباب الوزداد قد تغلب أمس على شباب قسنطينة بثنائية مقابلة 1-0. تم سهرة أمس الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة تكريم الرياضيين الفائزين في جائزة إبراهيم دحماني لسنة 2023 في إطار عملية صبر الآراء التي أجرتها وكالة الأنباء الجزائرية، وشمل أحسن الرياضيين والرياضيات في فئات الأكابر والأمال وذوي الهمم. المزيد مع سهيلة معوش. تمسكا بتقاليدها في مرافقة الرياضيين وتحفيزهم، عادت جائزة وكالة الأنباء الجزائرية لأحسن رياضي إبراهيم دحماني إلى الواجهة. هذا الحدث يكرس مبدأ هام، هو أنه كان هناك علاقة وطيدة ومتينة ما بين الإعلام الوطني والرياضة الجزائرية، الإعلام اللي كان دائما سند للرياضة الجزائرية. في الحقيقة سنة حميدة دأبت عليها وكالة الأنباء الجزائرية منذ ذلك الوقت، وتنظيمها كل نهاية سنة من أجل تكريم ومنح الجوائز للمتألقين الرياضيين خلال السنة. العام 2023 كان استثنائيا للرياضة الجزائرية خاصة على الصعيد الفردي، صنع فيه الرياضيون المجد بتأهلهم التاريخي، تتقدمهم المتوجة بجائزة أفضل رياضية الجمبازية كيليان مور والعداء سليمان مولا لدى الرجال. حاجة تحفز إن شاء الله قبل الألعاب الأولمبية، حاجة تحفز وان شاء الله ان شاء الله نشرفوا الجزائر ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه. انا جد سعيده بتتويجي بهذه الجائزه،
شكرا جزيلا على المساندة والدعم. فئة ذوي الهمم كانت لها نصيب وعادت الجائزة للمخضرم نسيم صيفي في ألعاب القوى ولصاحب فضية البطولة العالمية في الباراكاياك إبراهيم قندوس الذي حقق تأهلا تاريخيا للألعاب البارالمبية. تويج كما ها في وقت كما هذا يعني راح يقدم دفعة كبيرة خاصة الرياضيين، يعني راح يمدنا أن نحافظوا على الوتيرة هذه ونواصلوا على العمل بها نرفعوا سقف الطموحات. أقدم جزيل الشكر لوكالة الأنباء وزارة الشباب والرياضة على هذا التكريم وعلى هذا الحافز، يعني باش نكونوا واجدين إن شاء الله في باريس 2024. من بين المتواجدين الرياضية الواعدة الدرجة الجزائرية نسر نحويلي التي نالت الثناء بتأهلها التاريخي للأولمبياد ونصبت نفسها كأفضل رياضية صاعدة. نشكر كل الحاضرين اليوم واللي صوتوا علينا على هذا التتويج المحفز كما قلنا ولموضوع تاعه هو الألعاب الأولمبية إن شاء الله. الإعلام الوطني أبى إلا أن يمنح فريق اتحاد الجزائر جائزة خاصة نظير تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر لهذه السنة عرفانا بتشريفه للكرة الجزائرية قاريا. التفاتة طيبة لمن تركوا بصمتهم في الإعلام الرياضي، ستة شخصيات إعلامية رياضية بارزة كرمت، يتقدمهم ثنائي التلفزيون الجزائري دريس دقيق وبن يوسف وعدية، ليختتم الحفل بصورة تذكارية جمعت الحضور بأبطال الجزائر. ونختم نشرة اليوم من الواحة الحمراء تيميمون، رمال ذهبية وواحات غناء، مؤهلات سياحية ثقافية وتاريخية جعلت المنطقة قبلة لسياح بأسر بجمالها كل زائر. والجولة مع عبد النور هامل. تيميمون أو جنة الصحراء واحدة من الولايات التي تتمتع بمؤهلات سياحية بامتياز، ما يجعلها قبلة للزوار من مختلف المناطق والدول. مؤهلات سياحية جعلت الزائر إليها يعجب بسحر جمالها الطبيعي. بالحق لازم باش نشوف تيميمون منطقة سياحية بامتياز بكل مناطقها وكل قصورها، وما شاء الله ندعو الوكالات السياحية الموجودة في الجزائر دور الوجهة نتاعها من ناحية تيميمون للسياح. بلادنا راهي زينة، تيميمون يكذب عليك يقول لك يجيها واحد ما يعاودش يرجع لها. أنا راني عندي بريسك 40 سنة في السياحة، نعرف اللي مشى لها رجع لها. الصناعات والحرف التقليدية وتسويقها عوامل فعالة لإنعاش السياحة الصحراوية للرفع من مستوى التوافد السياحي بمنطقة قرارة. عندنا الصناعة التقليدية خاصة الزعف مشهور هنا تقريبا في البلاد، دائما نخدموا منه الطبيقات، نخدموا منه القفاف، أي حاجة تقريبا من النخلة قاعد تقريبا نستعملوهم من النخلة. كاين عدة صناعات تقليدية. بالنسبة للطين ماشي هنا في ولاد سعيد بصح كيشغل تعتبر ولاد سعيد كالي. هاد الصناعات التقليدية توفر فرص عمل للحرفيات في المنطقة، توفر أيضا سوق محلية مثلا في مجال بيع هذه المنتجات الصبغية، بيع الصوف هنا في المنطقة، يعني في منطقة إقليم قرارة أو الأقاليم المجاورة. الحفاظ على كل هذه المؤهلات السياحية والعناية بها هو ما سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني والدفع بالحركة الاقتصادية والاجتماعية بالولاية. نهاية النشرة وهذا أبرز ما جاء فيها. المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق في ذمة الله إثر مرض عضال، ورئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي ويشيد بمسيرته المهنية والنضالية الحافلة بالتضحية والعطاء خدمة للوطن. كرسي سيد رئيس الجمهورية اللي دلينا هذه المبادرة وفرحنا مرتين، واحدة على الولاية وواحدة على الوزير. كاع سكان منطقة القصر شلالة فرحوا بهذا الخبر باللي القصر شلالة ولاية منتدبة. هذا القرار الذي جاء مناسبا في وقته تدعيما للمسيرة التي يؤديها السيد رئيس الجمهورية في تعميم التنمية الاقتصادية. مواطنو الولايات المنتدبة الجديدة باريكا قصر الشلالة لبيض سيدي الشيخ ومسعد يثمنون التزامات رئيس الجمهورية ويعربون عن تفاؤلهم بالأبعاد التنموية للقرار.
وضمن المتابعة الميدانية للمشاريع الكبرى طور الإنجاز، التلفزيون يرصد وتيرة الأشغال بمشروع مركب طحن البذور النباتية واستخراج الزيوت النباتية بجيجل، مشروع استراتيجي واعد يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من عائدات الإنتاج الوطني. ومن ولاية الطارف رصد لكم التلفزيون عملية توسيع زراعة عباد الشمس لترقية صناعة الزيوت الغذائية والأعلاف الحيوانية. وزراعة النعناع بولاية البيض استثمار فلاحي واعد يفتح الباب أمام عديد مناصب الشغل. لليوم 84 على التوالي، العدوان الصهيوني الهمجي يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الأبرياء. والتلفزيون الجزائري يوثق أولى اللحظات بعد قصف جوي استهدف النازحين الفلسطينيين برفح. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.